الثاني عشر من آذار مارس 2020، أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. الصين تقول إن الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا إلى أراضيها، وترامب يغلق حدود بلاده في وجه أوروبا مستثنيا بريطانيا. هل إقفال الحدود يحد من انتشار العدوى؟ كورونا يداهم الدوريات الأوروبية، ريال مدريد في الحجر الصحي ومدافع في جوفنتوس مصاب بالفيروس، وترجيحات بإرجاء كأس أمم أوروبا إلى العام المقبل. كم ستبلغ خسائر الرياضة العالمية؟ كورونا وذوو الإعاقة، كيف نعرفهم إلى الفيروس؟ وفي ظل إقفال المؤسسات التربوية، كيف نشغل وقتهم بنشاطات منزلية مفيدة؟ خسائر شركات التكنولوجيا من جراء كورونا تزداد يومياً. أكبر 5 شركات تكنولوجية تخسر أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. كابوس كورونا لم يوفر أحداً. كورونا يقطع القارات. كان ينقص أن يعلن دونالد ترامب وقف الرحلات مع أوروبا لتصبح القارات مقطعة الأوصال. القرار الأمريكي جاء كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا على ما قال ترامب، مستثنيا منه بريطانيا لأنها تتخذ إجراءات جيدة بمواجهة الفيروس على حد تعبيره. قررت اتخاذ العديد من الإجراءات القوية والضرورية لحماية صحة جميع الأمريكيين ورفاهيتهم، ومن أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا. سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام 30 المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الجمعة. إنما القرار الأمريكي استقبل بسخط أوروبي. رئيس المجلس الأوروبي أعلن أنهم في صدد تقييم هذا القرار، كما أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لا يوافق على ما أعلنه ترامب. الفيروس هو أزمة عالمية لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب تعاونا وليس عملا أحاديا. إن الاتحاد الأوروبي يرفض واقع أن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على السفر اتخذ من جانب واحد ومن دون استشارة، كما أن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس. البورصة الأوروبية تأثرت فورا بالقرار وهبطت أسهمها عقب الافتتاح. بورصة لندن مثلا هبطت بنسبة 6%. بورصتا باريس وميلانو سجلتا أكبر هبوط في تاريخهما. كذلك تهاوت الأسهم الآسيوية نتيجة هذا القرار الترامبي. وعلى وقع كل ذلك فجرت الصين منذ قليل مفاجأة كبرى بعد إعلان الناطق باسم الحكومة أن الجيش الأمريكي قد يكون أدخل الكورونا إلى أراضيها، بعد ساعات على وصف بكين المواقف الأمريكية التي تحملها المسؤولية على انتشار الفيروس بغير الأخلاقية وغير المسؤولة. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، لماذا يقفل ترامب الأجواء مع أوروبا ويستثني بريطانيا؟ ثانيا، كم سيبلغ حجم الخسائر الاقتصادية من جراء هذا القرار؟ ثالثا، من المتضرر الأكبر؟ نجيب عن هذه الأسئلة مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، الخبير في الشؤون الأوروبية سيد راسل فوستر، ينضم إلينا من لندن. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فوستر. Thank you for having me. شكرا على استضافتك. سأسألك في البداية قبل أن ندخل في الموضوع الأوروبي، لأن الإعلان الصيني أو ما كشفه أو ما طلب المتحدث باسم الحكومة الصينية، لكن دقيقين في تغريدة له على تويتر، من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكشف الحقائق أكثر، وكأنه ألمح إلى أن ممكن الجيش الأمريكي يكون قد أدخل هذا الفيروس إلى ووهان. ما أو كيف تفهم هذا التويت للمتحدث باسم الحكومة الصينية؟ في الواقع من الرئيس تماما أنه في ظروف حيث تكثر الأزمات الكبرى، الأزمات الاقتصادية أو السياسية، أو في هذه الحالة الأزمات الطبية، نرى أن الكثير من الحكومات تلجأ إلى نظريات بديلة، نظريات المؤامرة لتعليل أصول هذه المشكلة. وقد زعم الصينيون أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد أدخل الفيروس إلى الأرض الصيني، ولكن
هذا غير صحيح، فهذا الفيروس هو ظاهرة طبيعية وليس اصطناعية. ويجب أن نستذكر أن أوبئة سابقة لأمراض مشابهة للكورونا مثل السارس ومختلف أنواع الأمراض المختلفة قد تأتت واندلعت بداية في الصين ولم تكن من صنيعة أي جهة أقله ليس الجيش الأمريكي. لكن من الممكن أن نلحظ أن جائحة كهذه أفضت إلى دمار كبير في الصين وإلى عدد كبير من الوفيات، أن الغريزة البشرية ربما تحدو بنا لكي نلقي بالملامة إلى جهة ما. ممكن أن الصين تلوم أو يعني قامت بهذا التصريح لأن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمتها بعدم القدرة على تطويق الفيروس داخل أراضيها أو التعامل معه، ما دفع بالصين إلى القول بأن هذا الاتهام هو غير أخلاقي وغير مسؤول. قد يكون ردة فعل على هذا التصريح الأمريكي. نعم، هذا ممكن إلى حد كبير. نتحدث عن أوقات حيث تكثر فيها التوترات الدبلوماسية والتوترات الدولية. عندما ظهرت هذه السلالة المحددة من فيروس الكورونا في الصين وتصدرت الأخبار الدولية، شهدنا كباشا عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحكومة الصينية والأمريكية ووسائل الإعلام لتبيان أصول هذا الفيروس ومن هي الجهة المسؤولة عنه. كما قلت، الواقع هو أن هذا الفيروس وهذا المرض ليس مصطنعا، لكنه يدلل على غياب الثقة على مستوى العلاقات الدولية، ويبين كذلك التوترات المتنامية بين الحكومتين الصينية والأمريكية. ولو لم نكن نتحدث عن فيروس الكورونا وكنا نتحدث عن كارثة بيئية أم عن جائحة من نوع آخر، مع ذلك لكنا قد شهدنا على تعارك دبلوماسي بين الحكومتين. ندخل الآن في موضوع الأوروبي وهو الموضوع المهم جدا سيد فوستر. لماذا أولا برأيك بالسبب الحقيقي الذي دفع ترامب إلى وقف الرحلات من أوروبا وترك الرحلات من بريطانيا؟ هل فعلا لأن بريطانيا تتعامل بشكل جدي وفعال مع الفيروس أم أن السبب سياسي؟ لعل الأمر يتعلق بشخصية ترامب ونهجه السياسي، وكذلك يأتي ذلك في سياق رده للتركيبة الداخلية للاتحاد الأوروبي. ترامب في وقت لاحق من هذا العام يشارك في الانتخابات، وخلال رئاسة ترامب شاهدنا كيف أنه من دعاة التصريحات الكبرى ومن مطلقي الادعاءات التي لا يمكن أن يدعمها. في وقت سابق من هذا العام دعا أن فيروس الكورونا لن يعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم قال أن فيروس كورونا لن تكون له أي تأثيرات فعلية، ومع ذلك نشهد اليوم على إصابات بالآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي نتحدث عن رئيس يدير الأمور بطريقة غير قابلة للتكهن وهو ميال إلى هذه التصريحات الكبرى. هو كذلك رئيس يعي أنه لا بد وأن يبرهن أنه يحقق أمرا ما، أنه يظهر للشعب الأمريكي أنه يتخذ إجراء ما. فعندما يبحر في سنته الانتخابية وحملته في وقت لاحق من هذا العام يمكنه أن يزعم أنه حقق أمرا ما. بالتالي يتمتع ترامب بسجل مثبت من صنع السياسات غير المتوقعة، ويبدو أنه لا يعد العدة لأموره بل يعتمد استراتيجيات عفوية. ورأينا كيف أنه حظر دخول بعض المواطنين من بلدان إسلامية في وقت سابق، وكيف اتخذ مجموعة من السياسات غير المتوقعة. بالتالي القرار الذي اتخذه الآن بالنسبة إلى منع الحرارات من أوروبا يعتمد على نهجه السياسي ونهجه الانتخابي. والسبب الثاني هو أنه لم يمنع في الواقع رحلات من أوروبا بل من أجزاء من الاتحاد الأوروبي، من الدول التي تنتمي لما يسمى بمنطقة الشنغن. هي المنطقة داخل الاتحاد الأوروبي حيث يمكن للمواطنين أن يتنقلوا بين البلدان وعبر الحدود من دون الحاجة لتأشيرة دخول أو لجواز سفر. وليس كل أعضاء الاتحاد الأوروبي هم من أعضاء منطقة الشنغن. مثلا المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا لا
ليستا عضوتين في المنطقة، هذه منطقة الشنغن، ولم ننضم إليها للتوقيع على هذه الاتفاقية. بالتالي يعتقد ترامب من خلال حظر رحلات منطقة الشنغن أن هذه المنطقة التي يمكن التنقل فيها من دون جواز سفر ستشهد على انتشار سريع، في حين أن إيرلندا كجمهورية والمملكة المتحدة ليستا جزءا من هذه المنطقة، واعتبروا أنهما أقل ميلا لتسجيل إصابات. لكن كما شاهدنا اليوم في هذه الساعات 24 الماضية، الحكومة الإيرلندية بدأت تطبق إجراءات في حالة الطوارئ لكي تضع حدا لانتشار الفيروس، وهذا مشابه لما فعلته إيطاليا. وفي بلدنا في المملكة المتحدة، رئيس الوزراء قام مؤخرا بعقد اجتماع مع لجنة الطوارئ مع كوبرا بهدف النظر في إمكانية اعتماد استراتيجيات مماثلة. بالتالي الواقع ليس أن البريطانيين أفضل تعاطيا مع الفيروس، بل بكل بساطة لأننا لا ننتمي لمنطقة السفر الحر أسوة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. تماما. وهنا يأتي السؤال، لأن في أكثر من نظرية في هذا الإطار، هل إقفال الحدود يؤدي فعلا إلى الحد من انتشار الفيروس؟ مثلا المستشارة الألمانية ترفض هذه النظرية على سبيل المثال، غيرها أيضا من المسؤولين السياسيين أيضا يرفضون ذلك، وحتى ليس كل الدول التي تم يعني أعلنت أنها موبوءة فيها إصابات كثيرة أعلنت إقفال حدودها والطيران. هل تعتقد فعلا أن إقفال الحدود، وقف الطيران، وقف الرحلات الجوية سيحد من انتشار كورونا؟ أعتقد أن الوقت قد فات لكي نضع حدا لانتشار الفيروس عبر وضع حد للرحلات الجوية، فهذا الفيروس قد بلغ كل قارات العالم ما عدا أنتاركتيكا. بالتالي ما أن يكون هذا الفيروس قد اجتاز محيطا وبلغ قارة، لا يمكن أن نمنعه من الانتشار داخل بلد ما أم كذلك عبر الحدود البرية لهذا البلد. بالتالي إيقاف الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى كبح لجام هذا الفيروس، لكنها من الإجراءات الرمزية السياسية القوية التي يمكن لرئيس كترامب أن يتخذها، هو الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الرمزيات القوية لكي يحاول وأن يدلل للشعب الأمريكي وكأنه يحقق أمرا ما. وبالطبع يمكنه أن يفعل أمورا أخرى تكون أكثر فعالة من خلال تخصيص مزيد من التمويل الاختبارات المرتبطة بمكافحة فيروس الكورونا، وكذلك تمويل التغطية الطبية، فهي باهظة الكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يفعل الكثير من الأمور لكي يكافح هذا الفيروس بصدق، لكن لأسباب سياسية واقتصادية ذلك لن يتحقق إلى أن يفوت الأوان. بالتالي الفيروس منتشر أساسا في مختلف بقاع العالم، وتوقيف الرحلات الجوية لن يكون له أثر أصيل في الحقيقة، لكن له دلالة رمزية. يعني إذا أردنا نتحدث عن دلالة رمزية أيضا في اليوم خبر، نحن لا نريد أن نعطي ربما أبعاد كثيرة للأخبار التي تصدر إلا إذا تم تثبيت خبر ما، بس من الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع في العالم، إعلان مكتب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه يخضع لمتابعة طبية خشية إصابته بفيروس كورونا بعد تأكد إصابة وزير الاتصالات البرازيلي بالمرض. بولسونارو ووزير الاتصالات كانا معا في زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتقيا خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنائبه مايك بينس. وتعليقا على ذلك قال ترامب أنه ليس قلقا من التعرض لكورونا. وهنا أريد أن أسألك سيد فوستر، عليه ربما يجب على ترامب وبينس أن يخضع كل من التقى يعني هذا الوفد الحجر الصحي، أليس كذلك؟ This is a very interesting question because there are some very significant people around the world who have tested positive for the virus. أعرفنا حالات لمجموعة من رجالات السلاسة الهامين في العالم الذين قد أصيبوا بهذا الفيروس. مثلا وزيرة الصحة البريطانية كذلك أصيبت بالفيروس، ناهيك عن بعض السياسيين الإسبان. ومن الممكن بالطبع أن يصل هذا الفيروس صف كبار السياسيين، فالفيروس لا يكترث
بهوية الشخص أو بمنصبه السياسي. بالتالي على المستوى النظري شخص كترامب معرض تماما مثل خيره للإصابة بهذا المرض. وبالطبع كما رأينا على مر الإحصاءات المروعة التي خرجت من الصين وإيطاليا، الكبار في السن هم الأكثر عرضة للتضرر من هذا المرض. وعلى المستوى النظري وتقني البحث، نعم القادة السياسيون الأكبر سنا لابد من أن يكونوا معزولين وأن يخضعوا لحالة الحجر، لكن الدلالة الرمزية كبيرة بالنسبة إلى عزل أي قائد سياسي كبير، لا سيما قائد الدولة الأكبر والعالم الحر، فهذه ستكون كارثة فعلية. لكن بالطبع الأمر منطقي من المنظور التقني والطبي، لكن من المنظور السياسي ورمزي الأمر لن يحصل بتاتا. طب الآن سننتقل إلى موضوع أو إلى يعني زاوية مهمة جدا في مسألة وقف الرحلات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وما يتعلق بالتبادل التجاري بين الطرفين. ربما مسألة التجارة والاقتصاد هذان القطاعان سيكون أكثر تضررا من قرار ترامب. سنطلع الآن معكم مشاهدينا على حجم هذا التبادل، أبرز المحطات التي مر بها في القصة كاملة. تشير آخر الأرقام والإحصائيات بشأن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الأوروبي الأمريكي $1.3 تريليون عام 2018. كما تظهر الأرقام الخاصة بالتبادل بين الجانبين أن الميزان التجاري يميل لصالح الأوروبيين، حيث وصلت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا عام 2018 إلى 575 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأوروبية إلى أمريكا 685 مليار دولار. إلى جانب السلع تتضمن التجارة بين الجانبين الخدمات والتي تتفوق فيها الولايات المتحدة على أوروبا، كما تدعم الصادرات الأمريكية للاتحاد الأوروبي نحو 2,600,000 وظيفة في الولايات المتحدة. وقبل خروجها من الاتحاد الأوروبي كانت بريطانيا تتصدر الأسواق الأوروبية بالنسبة للصادرات الأمريكية، وخلف بريطانيا تأتي كل من ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم هولندا في المرتبة الثالثة، وفرنسا وبلجيكا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. في المقابل فإن أكثر الدول الأوروبية تصديراً إلى الولايات المتحدة عام 2018 كانت ألمانيا، تلتها بريطانيا في المرتبة الثانية، ثم إيطاليا ثالثة، وفرنسا رابعة قبل هولندا التي حلت في المرتبة الخامسة. أما أهم الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية فهي الطائرات، ثم الآلات والنفط والأدوات الطبية والصيدلانية، وأخيراً المنتجات الزراعية. رغم التبادل التجاري النشيط بين ضفتي الأطلس، لكن العلاقات بين الجانبين شهدت شدا وجذبا طويلين منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد دخل الجانبان في مواجهات تجارية تضمنت فرض تعرفات جمركية متبادلة على السلع والمنتجات التي تصدر من أحدهما للآخر. الاتحاد الأوروبي يعاملنا أسوأ من الصين، لكنه أصغر منها. لقد كان لدينا اتفاق لكنهم انتهكوه. نحن جميعا نحب أوروبا، وقد حاولت أن أكون جيدا، ولكنهم طالبوا بالكثير من الأشياء التي قلت إنني لا أستطيع أن أقوم بها. ترامب فرض تعرفة جمركية على واردات بلاده من الفولاذ، كما فرض تعرفة بقيمة 25% على سلع أوروبية بقيمة 7 مليارات دولار سنويا، من بينها النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي. وهدد ترامب أيضا في أكثر من مناسبة بفرض تعرفة جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية، ويستمر البيت الأبيض في الحديث عن تعريفات جمركية كبيرة على سلع أوروبية مثل المنتجات الفرنسية، ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها فرنسا على شركات التكنولوجيا العالمية، وأبرزها شركات أمريكية عملاقة تعمل في هذا القطاع. هذا كان إذن بالنسبة للقصة كاملة للتبادل التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نعود الآن إلى ضيفنا سيد راسل فوستر لأسألك، من المتضرر الأكبر على المستوى التجاري والاقتصادي، الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة؟ سيد فوستر،
خلال السنوات الثلاثين الماضية لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد عملتا في أجواء من التنافسية الكبيرة على المستوى الدولي، في حين أن البريطانيين بقوا في منتصف الطريق وحاولوا أن يؤلبوا الأمريكيين ضد الأوروبيين لكي يحظوا بالصفقات الأفضل. وصراحة لن يكون هناك من فائز على مستوى الإشكاليات الاقتصادية والتجارية الحالية التي تسبب بها فيروس الكورونا. والسؤال ليس من سيربح بل من سيخسر أكثر من غيره. حاليا يبدو أن البريطانيين هم الحلقة الأضعف، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت الرسوم على الصادرات الأوروبية من الفولاذ، لكن هذه مسألة حاصلة منذ عام 87 من القرن الفائت وليس في الأمر ما هو مستجد. قال ترامب كذلك أن الرحلات الجوية ممنوعة من الاتحاد الأوروبي، لكن كذلك الشحن المستوردة من الاتحاد الأوروبي سيتم حجزها واختبارها، لكنه يدعي أن ذلك لن يؤثر في التجارة، لكن بالطبع التأثير سيكون مؤكدا وسيؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي مؤكد. الخسارة مؤكدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولكن بريطانيا قد تكون المتضرر الأكبر، لأن بريطانيا قد تركت للتو الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر تقريبا، وهي تسعى إلى التفاوض على اتفاق تجاري مع كل من الطرفين الأمريكي والأوروبي، ومع ضعف كل طرف من الطرفين لن يتمكن أي منهما أن يوفر أي تنازلات ذات مغزى للمملكة المتحدة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيوفران للمملكة المتحدة صفقة تجارية ضعيفة ومتقلقلة، لأنهم منشغلان بشكل أساسي حيال العلاقات فيما بينهما، وذلك أهم من عرض أو إبرام الصفقات مع المملكة المتحدة. بالتالي الخسارة ستكون في سجل الجميع، ولكن لا سيما المملكة المتحدة. تماما. طيب إذا أردنا أن نضع بشكل سريع في الختام هذه الخسارة الأوروبية البريطانية الأمريكية ونضعها في الإطار العالمي، يعني الخسائر التي مني بها للآن الاقتصاد العالمي والتي سيمنى بها بعد، يعني الأزمة لم تنتهي، ما موقعها؟ يعني الآن في تباطؤ كبير على المستوى العالمي، هل نحن فعلا ذاهبون إلى كارثة اقتصادية؟ I would be very cautious about seeing an economic disaster. ربما أتوخى الحذر الشديد في الحديث عن كارثة اقتصادية، فربما ما تعلمناه من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ومن انتخابات ترامب هو أننا كلما حاولنا أن نتكهن نخطئ، لكن الإشارات تنذر بحصول ركود آخر. فيروس الكورونا قد سرع من التباطؤ الاقتصادي الوشيك، ولكن هذا التباطؤ كان حاصل بكل حال من الأحوال. وبكل حال أيضا الاقتصاد الصيني كان يقترب من التباطؤ مع انتهاء الثورة الصناعية الصينية، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي كانت إلى التباطؤ، وما شاهدنا هو أن البلدان المختلفة عمدت إلى إغلاق اقتصادياتها لتواجه انتشار هذا الفيروس. بالتالي سنشهد بالتأكيد على تداعيات اقتصادية كبرى بالنسبة إلى البلدان الفردية، وحكومات ستكون مدعوة لإنفاق مزيد من المال لمساعدة المواطنين غير قادرين من الذهاب إلى العمل. بالتالي الكورونا سرع من ظروف التباطؤ الاقتصادي، والأسواق أغلقت في أسوأ معدلاتها البارحة مقارنة مع أوقات انطلاق الأزمة المالية الكبرى. وفي الشهر الماضي من الخبراء الذين تكهنوا بحصول الأزمة المالية لعام 2008 اعتبروا أنه نظرا لتراجع القدرة المصرفية ولبروز الكثير من الفقاعات المصرفية فضلا عن ارتفاع معدلات الدين الكبرى لمختلف بلدان العالم نتيجة لكل ذلك، وبتسريع من فيروس الكورونا نحن على وشك الدخول في أزمة اقتصادية عالمية أخرى قد لا ترتقي لمصاف الكارثة، لكنها ستكون أسوأ من تلك التي شاهدناها منذ 12 عاما. تماما للأسف. شكرا جزيلا لك سيد راسل فوستر الخبير في الشؤون الأوروبية على انضمامك لنا من لندن. مشاهدينا الآن نذهب فورا من المشهد الساخن إلى المشهد الرياضي هذه المرة. الليلة صادف أنه حلقتنا
كلها يعني كورونية بامتياز، نتحدث عن كورونا، ما في شيء يشغل العالم راهنا أكثر من هذه المسألة، خصوصا الملاعب. الآن وصلت الأزمة إلى الملاعب الرياضة نتيجة كورونا، تمر فعلا بأوقات عصيبة. الدوريات الأوروبية مثلا تعاني من جراء إصابة بعض لاعبيها كجوفنتوس الإيطالي، أما الليغا الإسبانية فتوقفت مبارياتها يعني في المدى المنظور بظل تنفيذ ريال مدريد حجرا صحيا شاملا على كل لاعبيه وطاقمه. وأكثر من ذلك، رجحت مصادر إعلامية إسبانية تأجيل كأس أمم أوروبا من الصيف الحالي إلى العام المقبل. الفورمولا 1 أيضا تضررت بعد إعلان فريق ماكلارين عدم مشاركته في سباق الجائزة الكبرى في أستراليا، يعني في حالة تخبط كبير في الرياضة. ما رأيكم أن أسأل الآن عن واقع حال الرياضة الأوروبية بشكل أساسي والعالمية مع زميلنا علي خليفة المحرر في قسم الرياضة في الميادين؟ مساء الخير علي. هلا خلاص ما بقى عم تنقلوا لا فوتبول ولا مباريات؟ لا، في بعد عندكم الدوري الانجليزي بعده صامد. وغريب الدوري الانجليزي يعني يختلف حتى الان عن باقي الدوريات الاوروبيه الكبرى، تحديدا انجلترا هناك اصابات في الكورونا، لكن بس لا تعليق للدوري الانجليزي، لا منع للجمهور، المباريات تمضي على نحو طبيعي جدا، وهذا مستغرب. لكن حسب ما كشفت اليوم صحيفه ديلي ميل ان هناك اربعه انديه انجليزيه لديها لاعبين مصابين بالكورونا، وقد تم الكشف يعني عن اسمين، عن فريقين، نادي ليستر سيتي الذي قرر إقامة حجرا صحيا لجميع لاعبيه، ونادي أرسنال كون الفريق التقى سابقا مع نادي أولمبياكوس اليوناني الذي تعرض رئيس النادي إلى إصابة بفيروس الكورونا، وبالتالي يعني الحبل على الجرار كما يقولون ستمتد إلى إنجلترا بطبيعة الحال. يعني صحيح. طب نبلش من الكوارث التي حصلت. إيطاليا الكارثة الكبرى. كبرى. دوري توقف لأسبوعين. تم إيقاف الدوري الإيطالي لمدة حتى 3 نيسان/أبريل المقبل. اليوم تم الكشف عن أول لاعب أصيب بالفيروس الكورونا، وهو اللاعب دانيال روجاني اللاعب الإيطالي نادي يوفنتوس، وبعد حوالي 4 أو 5 ساعات تم إعلان الإصابة الثانية لنجم نادي سامدوريا جابياديني. فبالتالي الأمر يزداد سوءا في إيطاليا، يعني ربما حتى موضوع 3 أبريل قد يطول أكثر. جميع الأندية ستأخذ إجراءات صارمة، سيتم حجر العديد من اللاعبين، ولا سيما نادي سامدوريا ونادي اليوفي قد التقوا بأندية سابقا، وبالتالي مثلا على سبيل المثال يوفنتوس التقى مع إنتر ميلان يوم الأحد، وبالتالي سيتم فحص جميع لاعبي إنتر ميلان. وتلك الأندية تشارك في بطولات أوروبية، اليوم تحديدا مباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني. بطبيعة الحال رفض نادي خيتافي الذهاب إلى إيطاليا لمقابلة الإنتر نظرا للأوضاع الموجودة في إيطاليا، فتم إرجاء البطولة لمدة 2 أو 3 أسابيع. رونالدو شو عامل؟ رونالدو يمكننا القول بأن هلالين قد هرب من إيطاليا، هو موجود في ماديرا في مسقط رأسه، أرعى البرتغال، ذهب إلى البرتغال. طالبه النادي الإيطالي طبعا أن يأتي لكي يشارك في الحجر مع رفاقه في الفريق، لكنه يفضل أن يقوم بحجر منعزل وحيدا مع عائلته في مسقط رأسه في ماديرا. مش بس رونالدو أكلا، كمان يعني الكرة الإسبانية. الكرة الإسبانية ريال مدريد متضررة بشكل كبير. ليس النادي كرة القدم بشكل مباشر، عفوا فريق كرة القدم بشكل مباشر، بل عبر كرة السلة. لاعب أمريكي في صفوف فريق كرة السلة لريال مدريد أصيب بالكورونا، وبالتالي نادي كريال مدريد ضمن منشأته الكبيرة يتواجد جميع الفرق، كرة سلة، كرة يد، كرة قدم، ويلتقون ويشاركون نفس المطعم، حجروا الجميع خوفا، فتم حجر الجميع خوفا من انتشار هذا الفيروس. طب أنت رح توصل كورونا على برشلونة، هيدي المشجعين ريال مدريد عم يسألوا. فتم في هيك شيء؟ في وصل؟ ما وصل شيء على برشلونة حتى الآن؟ لا. ايضا الدوري الاسباني بس الدوري الاسباني اسبوعين طبعا اسبوعين، بقي الدوري الفرنسي والدوري الالماني مستمر وبشكل طبيعي لكن من دون حضور جماهيري. في صورة كتير حلوة، ما بعرف من أي بلد، يمكن من إيطاليا، أنه منعوا الجمهور بالملعب، وقفوا برا. مباراة الأمس بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في باريس، يعني الغريب تم منع الجمهور، الموضوع ليس عقاب للجمهور لأن لا تشاهد المباراة داخل الملعب، احتشدوا خارج الملعب واحتفلوا، ويعني وكان لا يوجد مسافة آمنة بينهم، وكان الجموع كبيرة جدا، وبالتالي الموضوع كان يعني سيء. معقول كأس الأمم الأوروبية أيضا يتأجل؟ يعني اليوم اجتمع مدير المسابقات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع مندوبين من الاتحادات الخمس الكبرى، أي إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإنجلترا. أوكي. تم الاجتماع. لا تتكل علي بالرياضة. تم الاجتماع عبر السكايب.
وسائل إعلام إسبانية سربت مضمون هذا الاجتماع إلى أن البطولة ستؤجل إلى العام المقبل عام 2021، ما أثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف، ما اضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن موعد يوم الثلاثاء المقبل في 17 من هذا الشهر لكي يصدر القرار النهائي حول موضوع هذه البطولة. ولكن منطقيا لماذا؟ لأن البطولة تقام للمرة الأولى في 12 مدينة ليس في بلد واحد، وبالتالي 12 مدينة، والافتتاح أين سيكون تحديدا؟ في مدينة روما في إيطاليا. وبالتالي من الصعب بإمكانك أن هي أمتى بتصير بالصيف؟ في 12 من تموز يوليو المقبل. بإمكانك أن ربما أن تجري بعض الإجراءات حول بلد واحد للتخفيف من انتشار الفيروس، لكن 12 دولة صعب جدا. والأمر لا يعني لم يتوقف فقط عند حدود كرة القدم، امتد أيضا إلى كرة السلة. الـ NBA كمان توقفت. NBA طبعا تم الإعلان اليوم عن إصابة لاعب نادي يوتا جاز فرولون جوبير، هو لاعب فرنسي. رابطة الدوري الأمريكي أعلنت عن تأجيل البطولة إلى أجل غير مسمى. لم حددت سبب إصابة أحد اللاعبين لكنها لم تكشف عن هويته، لكن الصحافة الأمريكية بالطبع نجحت في الكشف عن اسم اللاعب وهو جوبير. ومنذ قليل أيضا تم الإعلان عن إصابة لاعب ثاني وهو زميل لجوبير في نفس الفريق. ما اضطر يعني الرابطة إلى تأجيل أهم بطولة عالمية في كرة السلة وما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة جدا. خسائر مادية للفوتبول الأوروبي وللـ NBA وللفورمولا 1. فورمولا 1 أيضا مع فريق ماكلارين الذي أعلن انسحابه من افتتاح بطولة العالم هذا الأسبوع بسبب إضافة مكفية البطولة عادة من دون حتى الآن لم يصدر أي قرار بإيقاف البطولة، ولكن التوجه سيكون إلى إلغاء السباق الافتتاح الذي سيقام في ملبورن في أستراليا منطقيا يعني. نعم. الخسائر بطبيعة الحال هي خسائر كبيرة جدا ماديا واقتصاديا وإنسانيا، يعني الأمر ليس مجرد رياضة، هو مرتبط بشبكة متكاملة وأعلانات ومعلنين ونظام. الدول الأوروبية اقتصاد معظم الدول الأوروبية يقوم عبر الرياضة، ملايين الدولارات واليوروهات توضع في هذا النظام الرياضي أساسي في بعض الدول ليس كدول عربية. صحيح. وهناك أيضا دول عربية توقفت فيها البطولات، يعني دوري أبطال آسيا تم تأجيله، دوري كأس الاتحاد الآسيوي وبعض البطولات المحلية. صحيح. العربية. اللافت هنا أفريقيا. أيه؟ أفريقيا منعزلة مستمرة، جميع النشاطات الرياضية مستمرة من دون حسد يعني طبعا للقارة الأفريقية، من رغم من بعض يعني من بعض الأحاديث التي تقول أنه يوجد يعني فيروس كورونا في بعض الدول الأفريقية سواء الدول العربية أو الأفريقية البحتة. غريب. كي لا ندخل في التكهنات يعني خلينا على المعلن. أمر آخر. بس إن شاء الله فعلاً ما بيكون في أمريكا اللاتينية. الجميع يتحدث عن بطولة أوروبا التي ستقام هذا الصيف. أيضاً كوبا أمريكا سيقام هذا الصيف. لم يتحدث أحد حول هذا الموضوع. ولكن البطولة ستقام أين؟ في الأرجنتين وكولومبيا. الأرجنتين التي تم الكشف الذي حدث فيها أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الأرجنتين. وأغلب الرياضي يعني لاعبي كرة القدم النجوم في البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وغيرها ينشطون في الدوريات الأوروبية. وبالتالي سيأتون من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية. الأزمة رياضة، أزمة رياضة عالمية. أمر آخر. بعد في مصيبة. الأولمبياد أيضا هذا الصيف. مزبوط. وفي في اليابان. اللجنة المنظمة في تقاريرها اليومية وتصريحاتها اليومية للمنظمين أو للحكومة اليابانية أن الأولمبياد سيبقى وسيقام في موعده. اليوم دونالد ترامب وخلال مؤتمره الصحفي ربما في البيت الأبيض قال أنه ربما أو من الأفضل أن يتم تأجيل الأولمبياد إلى عام 2021 على غرار بطولة أوروبا. بدنا هاي السنة كلها 2020 هيك نكبها نجمعها ونكبها كلها. هذا بالمختصر لأنه ضيق الوقت يعني بعد زمان نحكي في بعض مصايب. في مصايب كثير خصوصي بعالم الرياضة حاليا. شكرا جزيلا لك علي خليفة زميلنا في الميادين، محرر في الميادين الرياضية. مشاهدينا الآن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لنتابع المشهدية وعلي صار في كتبل. من جديد نرحب بكم في المشهدية والآن المشهد الاجتماعي. مشهد اجتماعي كوروني أيضا نخصصه لذوو الإرادة الصلبة، ففي ظل ظروف الحجر الصحي
وخطورة انتشار كورونا، كيف يجب شرح الفيروس لهم؟ كيف يجب أن أخبرهم يعني كيف يمكن أن تكون إجراءاتهم الوقائية؟ كيف نجعل وقتهم أيضا مليئا بنشاطات مفيدة في ظل إغلاق المؤسسات التربوية الخاصة بهم في الدول التي تنفذ حجرا صحيا؟ سوف نسأل كل ذلك إلى ضيفتنا زينب كوثراني، اختصاصية في التربية المختصة. مساء الخير زينب، وأهلا بك معنا في المشهدية. ما من شك أنه نحن هلأ بدنا نحكي بالإجمال عن ذوي الإرادة الصلبة، مش رح نحكي بس يعني عن حالة معينة. بالإجمال بيكون صعب هيك واقع عليهم، صحيح؟ بيكون صعب اولا بتغيير الروتين، ثانيا بتعليم اساليب جديده لازم يتعلموا او عادات جديده بحياتهم. عاده لما بدنا نعلم عاده جديده بتاخذ وقت، مندرب عليها ايام توصل شهر او شهرين، فصار في تغيير مفاجئ بنمط الحياه، هذا الشيء كثير صعب. طب بالنسبه لكورونا كمان اصعب، لانه الفيروس ويلتقط يعني بطريقه سريعه، انتشاره ايضا سريع. هنا اريد ان اسالك كيف يمكن شرح كورونا لذوي الإعاقة؟ هلا هو كمرض شوي صعب انه نفسره كمرض، يعني في حالات اكيد بيقدروا يستوعبوا لانه هن بيمروا بحالات معقوله يقدروا يحسوا انه هن مريضين من خلال الاشارات او من خلال هن قصص قطعوا فيها، بس في حالات كثير صعب نشرح فيروس كورونا لانه شيء مجرد، شيء ما فينا نشوفه بعيوننا وما فينا يلمسوه. صحيح، لانه هن بحاجه انه يلمسوه. صحيح، يعني فينا نستعيد عنهم بصور بفيديو. تحديدا اطفال داون سندروم مثلا. كل الحالات. كل الحالات. ايه، والاطفال كمان بتصير اصعب القصه. أكيد. طب هلا بدنا نشرح شوي التدابير الوقائيه للاطفال او مش ضروري اطفال، يعني اللي عندهم مشكله في السمع وكل ذلك عبر الاشارات. بدك تعملي تشرحي لنا شوي البريكوشنز، تعملي الاشارات اللازمه. انا عم بحكيهم. ايه انت عم تحكي، يعني شو لازم يعملوا؟ اذا مرحبا. اول شيء لازم نغسل ايدينا كل شوي نغسل ايدينا. ثاني شيء طلعي بالكاميرا واحكي معهم. اوكي. هي كاميرتك هون. ثاني شيء لما بدنا نعطس او نسعل بهي الطريقه غلط، لازم نستعمل ايدنا لنعطس. ثالث شيء الاشخاص اللي عندهم علامات على وجههم مثل السعله او العطس لازم نضلنا بعاد عنهم مسافه متر. او طبعا الحيوانات هي الاشارتين كمان لازم نضلنا بعاد عنهم قد ما بنقدر. وهلا حاليا رح نزيد شيء جديد اللي هو نقعد بالبيت كل الوقت. ايه اهم شيء، رجعي لي نقعد بالبيت. نقعد بالبيت. هلا كيف بدنا نقعد بالبيت؟ هي المشكله. هلا كيف بدنا نقعد بالبيت؟ يعني في صعوبة، لأنه أولاً في كثير من المؤسسات التربوية قد أقفلت أبوابها الحجر الصحي. ماذا على الأهل ربما هنا تقع المسؤولية في الاهتمام ب هلا أولاً لازم يصير سريعاً بالمجتمع أنه يصير في بروشورات أو أشياء توعوية للبريكوشنز اللي لازم نعملهم بكل الطرق، يعني لازم يصير في بلغة السم والبكم، لازم يصير في بالبرايل للكفيف. الكفيف كمان معرض لكثير أسطح بحياته، لازم يصير في توعيه كثير كبيره. ولازم ناخذ بعين الاعتبار اذا بدنا نعمل حجر منزلي لاشخاص مثلا تظهر عندهم عوارض، رح اعطي على سبيل المثال اللي عندهم اعاقه حركيه اللي هن ما بيقدروا يضلوا لحالهم بالبيت. اذا بدنا نعمل حجر صحي لشخص مبين عليه العوارض، يعني بده يكون في شخص ثاني معه مجبور يبقى معه ليساعده، فكمان بدنا ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. هلا لما نضلنا بالبيت الاهل لازم ينتبهوا لشغلتين، اول شغله يعلموا الاطفال اساليب الوقايه كل الوقت، تكرار 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 تكرار، قد ما نقول تكرار ما بنخلص، كل يوم بدنا نضلنا نعيدهم. وثاني شغله كمان نعود شوي، اكيد ما رح نعود 100%، بس نعود شوي عن عمل المركز اللي كانوا عم بيروحوا للاطفال من حيث الشق الاكاديمي، يعني كيف نضلنا نعودهم نفس العادات اللي كانوا يعملوها بالمركز، كيف نضلنا عم نراجع لهم الاشياء اللي تعلموها، كان الوان ارقام اي شيء بسيط، يعني بالمركز معقول يكونوا عم يتعلموا يربطوا شريط صباطهم، بدنا نضلنا عم نعد لهم هيدا الشيء على طول. بليز ما نعطي اشياء زايده، يعني ما نسبق شو عم يعطوا بالمركز ونعطي قصص زايده، نلتزم بس باللي اخذوه، بس نضلنا عم نراجع ونكرر ونكرر ونكرر. ليش ما نعطي اشياء زياده؟ لانه بيختلف الاسلوب بين المركز والاهل. بالمراكز عاده عندنا ماتيريالز، عندنا يعني كثير اشياء مواد خصوصي لهول الاطفال، وهن بيكونوا تعودوا عليها وتعودوا، خصوصي انه صار قاطع وقت طويل بالمراكز لهم،
من شهر 9 أو شهر 10، فتعودوا على طريقة تقديم معلومات معينة. إذا الأم أو الأهل بالبيت جربوا يقدموا بغير طريقة، صحيح. وبدنا ناخذ شغلة بعين الاعتبار بالنسبة للأهل، الأولاد تغير عليهم الروتين. في أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا مثلا إذا قلنا التوحد ما بيتقبلوا هذا الروتين السريع والمفاجئ، مش يعني ما بيحبوا أمهم أو بيهم، بس هن بالنسبة لهم هو ما لازم يكون هلأ هون، لازم يكون بالمدرسة، الأم والبي ما لازم يكونوا متواجدين هلأ بهذا الكادر، معقول يوقف بده ينطر الأوتوكار كل يوم، ما بيقدر يعبر يقول أنا مزعوج لأنه تغير الروتين، فمعقول يعبر بنوبات غضب بكي ضرب تكسير، بدنا نتقبل ونتفهم هذا الموضوع قد ما فينا، بدنا نجرب ما ننقل التوتر تبعنا للولاد. كلنا خايفين، كلنا موترين عن جد بهيدي الظروف، يعني الله يعطي القوة والصبر للأهل أو أي حدا عم يهتم بشخص. صحيح، ما فينا ننقل التوتر أبدا لأنهم، لأنه هني أصلا موترين من تغيير الروتين. صحيح، كتير مهم نعمل نشاطات نحن وياهم. بليز ما نروح على الايباد وعلى التلفزيون كل الوقت. يعني شو بيعملوا معهم مثلا؟ شو النشاطات اللي ممكن من الانشطه اللي ممكن نعملها معهم؟ هو لانه انشطه بقلب البيت ما فينا نظهر، مش رح اقول التلوين العادي لانه هيدا شيء صار روتيني كل الاولاد بيقدروا يعملوه. فينا نستبدل التلوين مثلا بالايس بينتينج، يعني نحط التلوين بالثلاجه وبس يجمد نكون حاطين بقلبه خشبه او معلقه، حتى فينا نلون فيه على الورقه ونخلط الالوان. والله حلو هالفكره، اصفر وازرق حياتونا اخضر، حيكتشف الالوان لحاله بطريقه تلقائيه وحيكون شيء جديد، حتى فينا نعلمه فيه انه هذا مسقع والثلج بيدوب. يعني كثير عمليات بتفوت بنشاط كثير صغير. معقول نعمل معهم اشياء علميه مثلا الخل والكربونه اذا خلطناهم رح يعملوا عمليه تفاعليه مع بعض، الاشياء اللي بتدوب بالماء الاشياء اللي ما بتدوب مثل الملح والبلاستيك، شيء بيدوب شيء ما بيدوب. اشياء موجوده عندنا بالبيت كثير مهم نعرضهم لاشياء حسيه، هذا الشيء كثير ضروري، يعني الرمل، سائل الجلي، المي المسقعه، المي السخنه، الطحين، القمح، البرغل، يتعرضوا له ويجربوا يحسوا الفرق بالملمس، كمان هذا الشيء كثير منيح. القشر بتعمل صوت، القشر ما بتعمل صوت، يمكن يطبخوا شيء مثلا. صحيح، اكيد فينا نطبخ، فينا نحضر موفي نحن وياهم، والموفي ما يكون انه قاعدين كل الوقت بس عم نتلقى. كل شوي بنحط بوز بنسالهم شو صار، شو برايكم معقول يصير؟ بحبوا هيك كثير، بحبوا كثير. يعني اذا الموفي تركناه بس عم يتلقى حيصير شخص متلقي بكل الحالات، اذا شركناه معنا حيصير حتى عم نحرك له المخيله تبعه. فينا نزرع، مش ضروري نروح نشتري البذر، بذر الفواكه والخضره اللي عم ناكلهم نزرعهم، هذا الشيء اصلا بيعودهم على الاكل الصحي وغير الصحي. عن جد يعني بدهم يشغلوا مخيلتهم كثير الاهل، يعني بدهم يبذلوا مجهود اضافي على التوتر اللي عم نعيشه من وراء هالفيروس. شكرا جزيلا لك زينب كوثراني، اختصاصيه في التربيه المختصه، على انتمامك لنا في المشهدية. قبل ان نختم هذا المشهد، ما رايكم ان نذهب مشاهدينا لنرى كيف يمكن مساعده اطفال متلازمه داون بشكل اساسي في الالتزام بالتدابير الوقائيه المطلوبه لمواجهه كورونا؟ مشاهد. والآن إلى المشهد أونلاين. خسائر كبيرة تتكبدها شركات التكنولوجيا من جراء كورونا، خسائر في القيمة السوقية في الأسهم، إضافة إلى خسائر في التصنيع لارتباط معظمها بالصين. كيف يبدو حال قطاع التكنولوجيا راهنا انطلاقا من الشركات الخمس الكبرى في العالم؟ نعرف مع ضيفنا رولان أبي نجم، هو الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وكل ذلك، معنا من الكويت. مساء الخير رولان، أهلا بك. مساء الخير لنا ويعطيك العافية على كل هالأيام الكامبين وحملات الطوارئ اللي عم تعمليها بموضوع كورونا،
يعني هي موجودة على أكثر من قطاع وأكثر من محل. شكرا. يعني هذا أقل واجباتنا في هذا في هذه الظروف. بس الآن سنتحدث عن موضوع يعني ما فينا نعمل فيه شيء لا حول لنا ولا قوة، هو موضوع الخسائر المالية التي منيت بها شركات التكنولوجيا واللي مرشحة طبعا لأن تزداد. ما رأيك رولان قبل أن نتحدث أن نذهب لنرى كيف توزعت هذه الخسائر الناجمة عن كورونا على كبريات الشركات؟ بداية نريد أن نعرف لماذا شركات التكنولوجيا هي تعتبر من أكبر الخاسرين في القطاعات الإنتاجية عموما. هلا أول شيء خلينا مثل ما قلنا نحن أول شيء صرنا شيء من شركات كبار، أهم شركات كبار، ونعدد الأسباب اللي ما لنا سبب واحد، في عدة أسباب. أول شيء نحن عم نحكي عن شركات كبار، عم نحكي عن أبل، عم نحكي عن مايكروسوفت، عم نحكي عن أمازون، عم نحكي عن الفابيه، الفابيه اللي هي جوجل جزء من شركه الفابيه، جوجل ويوتيوب وغيرها. نعم صحيح صح صحيح. هيدا اذا بدك اول شيء. الشغله الثانيه نحن بنعرف الشركات اللي حول عم نحكي عنهم، مثلا ما تفكر بابل، بنفكر نحن بس عم نحكي عن موضوع الماك او الايفون او شيء، بس نفكر بمايكروسوفت، نفكر بويندوز، بس نفكر بامازون، نفكر بس عم نحكي نشتري اونلاين. بس بينما هول الشركات عندهم انفستمنت بالملايين الدولارات بشركات اسمها لها علاقه بموضوع الكلاود كومبيوتنج، عم تحكي عن داتا سنترز بتكلف ملايين، يعني مثلا فيسبوك لحاله اون ديلي بيسس بكون لعنده اكثر من 1000 سيرفر على الكلاود تبعهم. اخر اكسبانشن لفيسبوك للسيرفرات تبعهم قد ايه عم تحكي عندهم داتا، كانوا كبروا الداتا سنترز تبعهم بحجم 3 ملايين كره قدم. يعني بس تشوف قد ايه حجم الانفستمنت والتكاليف اللي هم بيعملوها تيقدر يقاضي هذا. يعني فيسبوك عم تحكي لها دقائق مليارين ونص مستخدم، كل هول عندهم داتا وصور وفيديو عم يطلعوهم، وبدهم هول مينتنس وسبورت كبار. فالموضوع منه نفس ابدا لما بنحكي عن مايكروسوفت، عم نحكي عن الاوفيس 365 وكل الداتا تبعتنا اوفر كلاود وغيره. فالخسائر مقسمه على عده اسباب. اول سبب من ضمن الخسائر يلي هول الشركات فيهم كثير انفسترز، وبس يشوفوا انه في عندنا اي مشكل اقتصادي بهذا الموضوع، ثلاث ارباع الانفسترز بيسحبوا مصريات من هول الشركات، فبتخفف القيمه السوقيه تبعولهم، بروحوا بيستخدموا هول المصاري بشيء بيعتبروه فرض اثمن مثل الذهب او غيره. فهذا السبب من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي اول شيء الشركات تبلش تخسر مصاري. هذا اللي خلى بنهار الاثنين لوحده هول خمس شركات خسروا 320 بليون دولار من مليار دولار، يعني من قيمتهم السوقيه في الاسهم. صحيح 100%. وبيناتهم بس شركة أبل لحالها ثلث المبلغ، يعني 1 over 3 من المبلغ هي بس لحالها، يعني تقريبا 100 مليار بس خسائر شركة أبل. أبل كثير عم تتأثر أكثر. عفوا قبل ما تنتقل لنقطة ثانية، بس ليش أبل تحديدا؟ لأنه التصنيع بالصين يعني بشكل أساسي؟ لا لكن معظم الشركات هي التصنيع تبعولها بالصين، يعني حتى إذا بنجي نطلع باللابتوبات بي اتش بي بغيرها بفاليو بانتر، كل الشركات عم تصنع بالصين وبتعمل كواليتي كنترول، بتصنع بالصين على كل الناس اللي بالعالم بأبل. بس المشكلة وين؟ المشكلة إن كل الناس مع أبل برودكت يعتبروا هاي إند برودكت، يعني أنت فيك تشتري لابتوب بسعر كبير أو بسعر وات أو بسعر كبير، بس بينما الأبل معروف، فيك تشتري أندرويد موبايل فون بسعر رخيص، بس ما فيك تشتري أيفون بسعر رخيص. هيدا كمان إذا بدك لأنه هم هاي إند برودكت، يعتبر كايند أوف لاكشري برودكت بالنسبة للعالم، ففي ما بدك تكليك تبعوله بكون عالي. صح. الشيء الثاني واللي أثر كثير اللي هو كمان مطلوب بهذا الموضوع هو سعر النفط. وصار النفط اكثر كثير لان اغلبيه الشركات اللي بتعمل انفستمنت وبتضخ مصاري، ونحن اللي عندنا بالدول العربيه هي الشركات اللي عندها مصادر نفط، وهي شركات النفط والجفرمنت او الحكومات اللي عندها نفط. فهلا بما انه كل هول المواضيع، يعني مثلا بالكويت في استثمارات كثير كبيره بتويتر وبفيسبوك وبمايكروسوفت وبغيرها، نفس الشيء بالسعوديه، نفس الشيء بدول كثير كبيره. فهول الحكومات اللي حاطه استثماراتهم هناك بس يصير بهيك وضع بده يخفف استثماراتها وكمان تسحبها. عندك نقطة ثالثة كثير أساسية صارت بهذه الفترة اللي هي إلغاء كل المؤتمرات وكل الدورات التدريبية وأي شيء له علاقة بأي إيفنت ممكن يكون لأي شيء. ف
فاي هول الشركات بتصير بعد اي برودكت على الناس بالسوق ولا وسخه بدها تقدر تسوق وتخبر عنها العالم بدها تحكي عنها. نحن هلا عم نحكي مثلا اكسبو 2020 صار بخطر كثير كبير، كل المعارض كل المؤتمرات كل الدورات التجاريه، فما بقى اي حدا عم يجي يفكر بشيء ادفانس يروح يشتري من هول الشركات او شيء بالعكس، صار الموضوع بالنسبه له صار سرفايفل. انا هلا بس بقدر امن استمراريه لوحل فعلا رولان في تباطؤ وازمه يعني كلها مرتبطه ببعضها نتيجه كورونا. بس هون نتحدث عن مرحله انت كخبير عادة بس يكون في هذه حلت هذه الكارثة يعني إذا صح التعبير بالسوق، بس تخلص الأزمة كم ستأخذ وقتا لإعادة ترميم كل تلك الخسائر؟ رح أقول سهلة بخلال حدث الشفافية بشوي، نحن بعدنا بأول مراحل الانضياء يعني من اليوم تحديدا ومن امبارح بلشوا كل الشركات يتبعوا المعايير الدولية يعني إذا بدك مش معلقة عنا عمل بلبنان وغيرها إنه اشتغل من البيت أو ورك من البيت. هول بالمحلات معينة بدي الشخص الواحد يشتغلها ريموتلي، بس لما انت بدك تدير الداتا سنتر في بقلمه بيكون في شيء بسموه النوت شوب اللي هو نتورك اوبريشن سنتر وسكيورتي اوبريشن سنتر، هول بدك عالم يكونوا موجودين اون سايت. لما انت تدير الداتا سنتر بحجم ثلاثة أو أربع حلقات في الدول ما في العالم يديره بس يشتغل من برا، يعني هول في أشياء بدها سبورت. ممكن هلا نحن نلاقي كثير مشاكل مع كثير شركات كثير كبيرة عم يوقف الشغل تبعولها، عم يوقف الاكتشافات تبعولها، الكلاود تبعولها وقت المعلومات تبعولها، مشاكل بفيسبوك، مشاكل بجوجل، مشاكل بمايكروسوفت. بس ما في شيء إيجابي بالموضوع؟ يعني ما في هيك شيء زاوية إيجابية؟ ما؟ هلا كله الواحد بيقدر ما له علاقة بالتكنولوجيا، الواحد بيقدر بشوف عادي شوي وأهله شوي يعني. بس انه فعليا لا من ناحيه البزنس من محل معين لا كل شيء بده شغل اون سايت بده فيزيكال بيرسون، وفي كثير مواضيع بدها فيزيكال سبورت اون سايت، وهذا الشيء اللي هلا كثير بيع الشركات فينزلوا المعايير الدوليه لحمايه من كورونا عم بيصيروا يبعثوا موظفينهم على البيت. بس كمان تقدر تدير شركات كثير كبيره مثل هذا الموضوع، تدير كلاود وانفراستراكشر كثير كبيره بالضبط لها مشاكل تقنيه وبتصير كل هالمواضيع رح تكون مستحيل كل هالمواضيع تنزل بشكل ريموت يعني. نعم. لكن نفسي بتخيل يعني هاليومين ثلاثه رح نبلش نشوف انحدار اكثر ومشاكل تقنيه اكثر، ان كان بالانترنت ان كان بشركات كبيره مثل مايكروسوفت وابل وغيرها. يعني شيء بيطمن. شكرا كثير رولان ابي نجم مستشار والخبير في امن وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي، كنت معنا من الكويت. مشاهدينا بهذا تكون مشهدية قد اكتملت لهذه الليله. يجب ان ننبهكم الى ان غدا للاسف لن يكون لدينا مشهدية خاص بسبب نقل مباشر. نلتقي بكم إذن الأسبوع المقبل بنفس الموعد عند الساعة 8. اكتبوا لنا على حساباتنا على سوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام، وإلى اللقاء.